السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يزدان من خلال الشاشة المتميزة كوميونيكس تي في عبر اليوتيوب. نقدم لكم هذا الكتاب المدرسي المتميز تيمس أينز أكتويل أوسكاب فيغ ماروكو دوتش ألس فخيم سبخا لفائدة الراغبين الذهاب إلى ألمانيا وكذلك الراغبين بتعلم اللغة الألمانية منذ البداية والتواصل بها مع الألمان ومع الناطقين باللغة الألمانية. إذن هناك عدة أنشطة في هذه الحصة هذه سوف تكون متميزة للغاية، تتمنى أنها تكون مفيدة لكم. إذن بالنسبة للنشاط الأول هو كالتالي: في هيس داس، في هيس داس. ماذا تسمى ب في هيس داس؟ داس، في هيس داس. ماذا تسمى هذا؟ كورس دويتش جي اينس باتهاك. باتهاك فاميلي نام رامان. رامان رامان هذا تسمى فور نام. فور فورنام أورنشتراس زفاي. هذا تسمى ستراس. ستراس avec S bien sûr majuscule hein. avec S majuscule ستراس من الشارع أون شتراس صفاي. إيرفورت هذا تسمى السكن. فونورت فونورت ونورت. إذن الشتراس بلاس ونورت تسمى أدريس. أدريس أدريس ألا دراي دراي نوين وينت أختي فن فيونت فيرتسيش زيبيوند زفانتسيش. هادو تسمى تليفون نوما. تليفون تليفون نوما تليفون نوما. إرنانديز ألفريدو. إرنانديز ألفريدو إلى آخره. إذن بالنسبة لهذا الشخص هذا المقبل على الدروس باللغة الألمانية جي أينز، اسم العائلة ديالو هو باتاك. باتاك والاسم الشخصي غامان. خاصكم الله يخليكم تميزوا ما بين فاميليان نام وما بين فوغ نام. فوغ نام معنى اسم الشخصي، و فاميليان نام معنى اسم العائلي، و شتراس شتراس معنى الزنقة لاغي أو الشارع، فونورت فونورت معنى هي السكن، أدريس أدريس معنى عنوان، تليفون نومار
تليفون نومه رقم الهاتف ديال الشخص معين. دونك عندكم واحد فكره عامه حول لي كوردوني، يعني الاسم العائلي، عرفتوا كيفاش تقرب باللغه الالمانيه وعرفتوا شنو المعنى ديالو. اسم العائلي فاميليا نام، اسم الشخصي فوغ نام، ستراس معنى الشارع، فونورت معنى السكن، ادريس معنى العنوان، تليفون نوما معنى رقم الهاتف. اذا هذه المعلومات خاصكم تردوا بالها، ردوا بالكم منها في الوقت فاش تمشيو للغه، تمشيو للدوله الالمانيه، او انسان يسولكم المان يسولكم على الحاله الشخصيه ديالكم. اذا ننتقلوا دابا لاكتيفيتي نيميرو 2 هي لا خليكم ما تنطقوش اخ فيغ، ما تقولش فيغ ولا واخ، نو فيغ فيغ في في فو فو فيغ 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 في فو فيغ في فو. هادو تيتسماو ادوات استفهام او اسماء ديال الاستفهام. فيغ معنى من، هذا تتركز حول الشخص. في معنى ماذا، حول الشيء. فو مكان، اين. مثلا هيس دو، في هذه الحالة نستعمل في هيس دو. في هيس دو، ما اسمك، ما اسمك. في هيس دو، في في ما اسمك. في هيس دو كريستوف. فولن زي بيتو in Erfurt. Wo, أين. Wo, أين. Wo wollen Sie bitte, wo wollen Sie bitte in Erfurt. Ist Ihre Adresse wer ist Ihre Adresse من الذي يسكن في هذا العنوان. في هذه الحالة نستعملو في في اس ا ار ادريس. Wer ist Ihre Adresse? Arnstrasse 299 084 Erfurt. Geht es dir? Geht es dir? Comment? Comment? Wie geht es dir? Wie geht's dir? Meine, comment vas-tu? Danke, gut. Danke, gut. Danke, schön. Danke, gut. Danke, gut. Wie heißt du? Christoph. Wo wollen Sie bitte? In Erfurt. Wer ist Ihre Adresse? Straße 2, Erfurt. Wie geht es dir? Danke, gut. Danke, gut. Ist dein Name? Wer? Man. Wie ist der Name? Qui a le prénom, par exemple? Qui a le prénom Ingrid?
Wie ist dein Name, Ingrid? Wie ist dein Name, Ingrid? Ist Frau Röder? Wer? Men. Wer? Wer ist Frau Röder? Das bin ich. Ist ihre Nummer. Wie ist ihre Nummer? Wie ist ihre Adresse? إذن بالنسبة للنشاط الأول هو كالتالي: في هيس داس، في هيس داس. ماذا تسمى ب في هيس داس؟ داس، في هيس داس. ماذا تسمى هذا؟ كورس دويتش جي أينس باتهاك. Patak. Femininem. Ramen. 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 Adat it's ma. Four name. Four. Vorname. Auerstraße 2. Das ist mal Straße. Straße. Avec S, bien sûr, majuscule. Hein. Avec S majuscule. Straße. Meine chère. Auenstraße 2. Erfurt. Das ist mein Second. Wohnort. 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 Eden, Straße, Platz, Wohnort, das ist mein Adresse. 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 Alors. Drei. Drei. Neunund. 80. 40, 70, 20. Hallo, das ist mein Telefonnummer. Telefon. Telefonnummer. Telefonnummer. Hernandez Alfredo. Hernandez Alfredo إلى آخره. إذن بالنسبة للشخص هذا المقبل على الدروس باللغة الألمانية جي أينز، اسم العائلة دياله هو باتاك. باتاك. والاسم الشخصي غامان. خاصكم الله يخليكم تميزوا ما بين فاميليان نام وما بين فوق نام.
فوخ نامو معناه اسم الشخصي، و فاميليا نامو معناه اسم العائلي، و شتخاسو شتخاسو معناه الزنقة لاغو أو الشارع، فونوقت فونوقت معناه هي السكن، أدريس أدريس معناه عنوان، تليفون نوما تليفون نوما رقم الهاتف ديال الشخص معين. دروك عندكم واحد فكرة عامة حول لي كوردوني، يعني الاسم العائلي، عرفتو كيفاش تقرا باللغة الألمانية، وعرفتو شنو المعنى ديالو؟ اسم العائلي فاميليا نام، اسم الشخصي فوغ نام، ستخاص معنى الشارع، فونوخت معنى السكن، أدريس معنى العنوان، تليفون نوما معنى رقم الهاتف. إذن هذه المعلومات خاصكم تردو بالها، ردو بالكم منها في الوقت فاش تمشيو للغة، تمشيو للدولة الألمانية، أو إنسان يسولكم ألمان يسولكم على على الحالة الشخصية ديالكم. إذا ننتقلوا دابا لاكتيفيتي نيميرو 2، هي لا خليكم ما تنطقوش اخ فيغ، ما تقولش فيغ ولا ويغ، نو في 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 فو فو في 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 فو في في فو، هادو تيتسماو أدوات استفهام أو أسماء ديال الاستفهام. فيغ معنى من، هذا تتركز حول الشخص، في معنى ماذا حول الشيء، فو مكان أين، مثلا هيس دو، في هذه الحالة نستعمل في هيس دو، في هيس دو، ما اسمك، ما اسمك، في هيس دو، في في ما اسمك، في هيس دو كريستوف، فولين زي بيتو in Erfurt. Wo? أين؟ Wo? أين؟ Wo wohnen Sie bitte? Wo wohnen Sie bitte? In Erfurt. Ist Ihre Adresse? Quelle est votre adresse? Wie ist Ihre Adresse? Wie ist Ihre Adresse? Arundstrasse 2, 999, Nur Ferriand 80, Erfurt. Get is there. Comment vas-tu? Wie? Wie geht is there? Wie geht is there? Danke, gut. Ist dein Name? Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Ingrid. Ist Frau Roder? Wer ist? Wer ist? Qui est Madame Roder? Wer ist Frau Roder? Das bin ich. Das bin ich. Wie ist? دائما في تنطق تدير بالنسبه للاشياء، و فيغ بالنسبه للاشخاص. Wie ist Ihre Nummer? 62 15 5 13 30
30. Alors, ist Ihre Nummer, wohnt in Erfurt? Wer wohnt in Erfurt? Den Mann, der die Eskun fi in Fort, Erfurt. Eden, Tarek al-Almania, das kommt بشكل تالي. السؤال بالطريقة الألمانية تكون على الشكل التالي: دائما في بالنسبة للأشياء، وفير بالنسبة للأشخاص، وفو بالنسبة للأماكن. في سي ان برونون انتيروغاتيف، ممكن نستعملو افيك كومون، ممكن نستعملو افيك كيل، ممكن نستعملو افيك دوتر شوز. في هيز دو كومون فواتو كريستوف، ما اسمك كريستوف؟ في هيز دو. Wie ist Ihre Adresse? Quelle est votre Adresse? Wie geht es dir? Comment vas-tu? Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Ça veut dire, oui. Wie ist Ihre Nummer? Quel est votre numéro de téléphone? C'est Belver. تدير الأشخاص. Wer ist Frau Ruder? Pardon, je m'excuse. Wer ist Frau Ruder? Das bin ich. Wer wohnt in Erfurt? Men, lady is going to Erfurt. Herr Patak. Und dann wer تدير بالنسبه للاشخاص، و في كما قلنا تدير بالنسبه للاشياء، وكذلك تندمج في جميع اغلبيه ديال الاسئله باللغه الالمانيه. فو خاصه بالنسبه للاماكن. فو فولن زيبيتو تدير بالنسبه للاماكن. لا اعيد معي، الله يخليكم، الاسئله. Wie hieß du? Wo wohnen Sie bitte? Wie ist Ihre Adresse? Wie geht es dir? Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Wer ist Frau Roder? Wie ist Ihre Nummer? Wer wohnt in Erfurt? Wer wohnt in Erfurt? Ich muss euch sagen, die Art des Fragen in der إذا نستمر في الأنشطة، النشاط الموالي. ألوغ بالنسبة للنشاط الموالي، في تويا كومبيان كوت شغايبن زي. إذا هناك أثمنة، سوف نحاول كتابة الأثمنة باللغة الألمانية. Alors, Mizbel 76, les mettons de Kadmoul ou Hadet Abch la Chart. Zexiont Zepzig. Machi Zepzig. Zepzig. Tzig. Yo. Zexiont Zepzig. Yo. Mizbel Hadda Rakam Hadda. Sabba ou Arbaoun. بالنسبة ل 47 سنعتمد على دائما زيب زيبن 7. إذن 7 فاش تدخل في إطار ديال الأرقام الأخرين تنكسبو غير زيب.
Siebjunt. Siebjunt. بالنسبة لأربعون، أربعين. فيرتسيش، فيرتسيش. إذن اللغة الألمانية باش تمتاز، تتمتاز باللي مو كومبوز، معنى كلمة مركبة بعدة كلمات. ما كاينش واحد لي سباس بحال اللغة الفرنسية أو اللغات أخرين، لا، هذاك الشيء تيكون كومبوز. زي بيوند فيرتسيش. بالنسبة لثمانية وثمانين دائما تنقدمو الوحدات. أختيونت، أخت، أخت، ماشي أشت، أخت. دائما سي أش اللي كتنقبل منها أ تنقرا خا خا، أو لا لو إر راكل، راكلينا. أختيونت، أختيونت، أختيش. أختيون أختيش. بالنسبة لواحد وثلاثون دائما تنقدم الواحد اسم اللوني. أينسيونت، أينس، أينسيونت، أينونت، بالو أينس، أينونت. دونك أينس بالنسبة لواحد، وأينونت بالنسبة لواحد وثلاثون اسم. أيون دراي، دراي، دراي تسيش. اينون دراي تسيش. بالنسبة لتسعتاش نوين تسين، نوين تسين، نوين تسين. 9 plus 10 10 هي 10. 9 19 19 19. بالنسبة لثلاثة وثلاثون تتكتب بحال الشكل التالي. دغايونت دغايتسيش، دغايونت دغايتسيش، رايون تخايتش، معنى ثلاثة وثلاثون. اثنين وخمسون دائما تسبق الوحدات. زفا سفايون، سفاي، 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 سفايون. لاحظوا معايا النطق الصعب باللغة الألمانية. سفايون في فنفتش، فنف، 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 سفايون فنتش. شوفوا نتحكموا واش فعل فنتش، فنتش، فنف. كاين واحد اكسنت خيمن. فنفتش، فنف، فنفتش، فنفتيش. 13 أو 13 تما دغايتسين، داي تسين. دغايتسين. إذا لاحظوا معي زيبيوند فيرتيش معناها هي 47. زيبيوند فيرتسيش. 88 أختسيوند أختسيش. بالنسبة لواحد وثلاثون أينوند دغايتسيش. بالنسبة لتسعتاش نوينوين، نوينتين، نوينتين. بالنسبة لثلاثة وثلاثين دغايون دغايتسيش، دغايون دغايتسيش. بالنسبة لاثنين وخمسون زفايوند فنفتش. بالنسبة لثلاثة عشر دغايتسين. لنكمل أينسيون واحد وعشرون، أين، أينوند،
20, 21, 21. كيف ما قلت لكم اللغة العربية تعتمد بالأساس على الكلمات المركبة. 55 5 يوند 50 93 دغايوند 90 دغايوند 90 بالنسبة لأربعة وعشرون 4 يوند 4 يوند 20 بالنسبة لستة وستون 6 يوند 6 يوند 6 6 6 يوند 6 6 6 يوند 6 بالنسبة لسبعتاشر 17 17 17 بالنسبة لخمسة وتسعون 5 يوند 90 90 5 يوند 90 لحظة معايا من الأول 7 يوند 40 80 31 ببطء واخا داكا ببطء 7 يوند 40 80 80 81 90 93 52 50 13 21 55 3 يوند ببطء واحد 21 5 يوند 50 3 يوند 30 4 يوند 20 6 يوند 60 17 5 يوند 90 90 5 يوند 90 إذن هذه الطريقة لكتابة اللغة كتابة الأعداد باللغة الألمانية. ما عليكم غير تدربوا عليها مزيان وتحفظوا الأرقام مزيان، الأعداد كيفاش تنطق كيفاش تكسب إلى آخره. أوتو ديكتي، بدأوا بالجدول كيف ما اقترحتكم الأول، الوحدات من 0 إلى 9، ثم العشرات 10 إلى 19، ثم 20 30 40 50 60 70 80. كيفاش الطريقة 91، كيفاش ندير 98، كيفاش ندير 92، كيفاش نركب هاد الأرقام هادو كامل ونستافد داكوغ، نعتمد على دوطخ سيبوغ بيان سور. إذن أنهينا هاد الحصة هادي، كانت فعلا مفيدة لكم. كان معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جوكم نكتيبي لتعلم اللغات الحية، خصوصا اللغة الألمانية بشكل ذكي وبشكل متطور progressive داكوغ. إذن أملي أنها تكون حصة مفيدة لكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله عبر شاشة جوكومينيك تي في لتعلم اللغات الحية عبر اليوتيوب.